لا ان شاء الله انزل في الانتخابات ومش قلقان من اي حاجه. طب هقلق من ايه يعني؟ ايه اللي هيقلق يعني على الفجعات اللي بتحصل دي؟ لا طب انا هنزل واضحي، حتى لو موت هموت فداء لمصر يعني، مش مشكله يعني اطلاقا. اه طبعا انا وخايفه، انا خايفه انزل تحصل اي مشاغبات ولا اي حاجه زي ما بنشوفها في كل مره، بس المره دي ممكن تكون اتقل شويه، فاحنا خايفين صراحه ننزل. ان شاء الله هنزل، وان شاء الله هيبقى كل خير باذن الله، واللي فيه صالح لمصر طبعا هنعمله، ولاولادنا ولشبابنا والجنة، وعشان مصر تصلح حالها ان شاء الله. ايوه انا نازله ان شاء الله باذن الله عشان حال بلدنا يتعدل بقى ان شاء الله يا رب. بالنسبه للداخليه برضو يحاولوا ان هم برضو يبقوا وشهم ورا يعني، يوقفوا ناس حراسه قدام وحراسه ورا، بحيث ان هم يعملوا كمين واحد واثنين، بحيث ان اللي يعدي ما يعديش مره واحده، ويعملوا برضو انفجارات برضو. القلق من ايه؟ ما الاستفتاء حصل ما كانش فيه اي مشاكل، فمفيش قلق ان شاء الله، كل الناس لازم تنتخب. لا ان شاء الله مش هكون قلقان لسبب، لان البلد في امان مهما يحصل، مهما يحصل من اي تفجيرات من اي حاجه، فيه الشرطه وفيه الجيش وفيه الناس اللي عايز البلد تتقدم لقدام. اخاف ليه من شرذمه ملهاش اي لازمه في المجتمع؟ اخاف من ايه؟ ربنا واحد والعمر واحد، ما تحصل هناخد اكتر من نصيبنا، كل واحد بياخد نصيبه بس، لا بياخد اكتر ولا بياخد اقل. وبعدين اذا ما كناش هننزل دلوقتي هننزل امتى؟ اما الدنيا تخرب ومصر تقع خالص. احنا اول ناس لازم نروح، لازم نقف دار مصر، نقف وراه. كله لازم ينزل ينتخب، لان دي امانه، وكل واحد ينزل له رايه، عشان اللي مش هينزل اصلا هيبقى اسم صراحه يعني. المفروض لازم ننزل. هتقول لي انت خايف ليه؟ اخاف من ايه؟ هو خلاص هيبقى في رئيس جمهوريه ينزل ننتخبه، ونبقى بقلب جامد ونمشي وراه ونشتغل، عشان لو ما اشتغلناش ما فيش اي حد، لو جابوا مين مش هنعرف نمشي.